في كل صباح يمر طريق فياتشسلاف سميرنوف إلى مكتبه عبر ساحة الميدان في كييف. خلال أشهر الاحتجاجات قبل عام قتل هنا نحو 100 متظاهر. الصور تذكر بهم، والعديد منهم كانوا أصغر منه سناً. سميرنوف خبير كمبيوتر يحمي مواقع إنترنت من هجمات المخترقين، وبالنسبة إليه لم تعد المعركة تدور في الشوارع وإنما في شبكة الإنترنت. ما أراه هو أن روسيا تهاجم مواقع إلكترونية أوكرانية، يحاولون تعديل المواقع ونشر معلومات مغلوطة، ويتعمدون إيقاف مواقع أخبار أوكرانية مهمة بحيث لا يحصل مستخدمو الإنترنت على المعلومات. هذه هي الإدارة الإقليمية في مدينة لونسك الأوكرانية. تم اختراق موقع الإدارة الإلكتروني مرتين، وبدلاً من المعلومات نشرت شعارات معادية لأوكرانيا. خبير الكمبيوتر رومان ماتفيشوك تمكن من إصلاح الهجوم بعد ساعات قليلة، لكنه لم يتمكن من معرفة مسببه. استناداً إلى ما كتب وإلى نوع التقنية المستخدمة في الهجوم، يمكنني أن أستنتج أن المستفيد هو الجانب الروسي. في كثير من الأحيان لا تعرف مصادر القرصنة، والمؤكد أن موقع الرئيس الأوكراني بوروشينكو تعرض لهجوم أيضاً، إضافة إلى موقع وكالة الأنباء هذه. وقام برد الهجوم سميرنوف الذي يدعوه الجميع بسلافا. بوابة الإنترنت الإخبارية خاصة بزبائن شركته الناشئة. يعمل في شركته حالياً 8 موظفين، ويسعون عبر برمجياتهم إلى ضمان أمن مواقع عملائهم. خدمة ضمان أمن المواقع تكلف 120 يورو في الشهر، لكن العمل يزداد صعوبة. ألاحظ تزايد هجمات القرصنة، ويمكنني القول إن الهجمات باتت أكثر تعقيداً. مركز حواسيب في أطراف العاصمة. الشركة تركب خدوماً معلوماتياً جديداً لتوفير حيز تخزين إضافي للعملاء مثل البنوك ووكالات الأصفار، وهو يهتم شخصياً بتوصيل الخدوم حتى يستبعد احتمال أي تلاعب على الجهاز. ولتفادي الهجمات استأجر أيضاً سعة تخزين في خدوم أكبر في فرانكفورت، وهذا أمر ضروري لأن القرصنة على نطاق واسع يمكن أن تتلف بيانات المركز كلها. الخدوم في ألمانيا موصول بأوكرانيا عبر شبكة الإنترنت. بهذه الطريقة فقط يمكن معالجة كميات البيانات الضخمة في حالات الطوارئ. في بعض الأحيان تتعرض شبكة البنوك لهجمات تشل العمل المصرفي تماماً، وذلك من أجل إلحاق الضرر بسمعة البنوك. ولكن في كثير من الحالات يحاول المتسللون الحصول على بيانات عملاء المصارف أيضاً. يحصل سلافا على مزيد من الطلبات، ولذلك يحتاج إلى مزيد من الموظفين في الشركة، وهو يجلبهم من جامعة كييف. غومان شيفشوك ابن 21 عاماً قام بتطوير برمجيات حماية متقدمة تجعل التفتيش على مدخل الجامعة غير ضروري، وهذا العمل يمكن توظيفه مقابل نحو 350 يورو شهرياً. لكن الطالب يعرف قيمته في السوق، وبسبب خبرته يمكن أن يحصل على أي وظيفة. أستطيع أن أمتهن الأعمال الحرة مثله وأسس شركة مستقلة. إضافة إلى ذلك يوجد العديد من الطلاب هنا يفكرون في العمل في الخارج لكسب المزيد من المال.
مؤخرا لم تكن هناك مشكلة في توظيف الطلاب، لكن مع زيادة قرصنة الإنترنت يصعب على الشركات الناشئة إيجاد الموظفين المؤهلين.